تنظيمية عبيد لأحزابهم ما عاد رضيش يصعدون. 6 أشهر ما فيش حركة ثورية، ما فيش تصعيد خالص. فقررنا إن إحنا البنات كلهن دوب. فبعد ما فكرنا قلنا إنه ممكن إحنا يمكن أكثر حاجة نقدر نسويها إن إحنا نوقف أمام الوزارات، وزارات هكذا فعالة. فأول يوم رحنا وزارة العدل، كان الحمد لله بالسلامة ما حصلش حاجة. ثاني يوم رحنا وزارة الكهرباء في المنطقة الثانية في القاع، بدأوا يتجمعوا البلاطج بس برضو ما كانش بحاجة. أمس صرنا وزارة الخارجية، جلسنا لقرابة الساعتين بدأوا البلاطج يتجمعون، بدأوا من البداية بدأوا يتجمعوا، كانوا خرجوا حتى من وزارة وزارة الخارجية. بعدين شوي رسلوا واحد معاها صورة الرئيس، وقفت معانا. احنا قلنا خلاص قد وقتنا نمشي. بدأ البلاط يتجمعوا حولنا، بدأوا يراجمونا بالتراب، بعدين مصابطة، بدأوا يهددونا بالأوالي، رفع الجنابي، بدأوا يدهفوا البنات من فوق الرصيف، بعدين رجم بحجاب، تمام؟ في بنات تصوبين، تمام؟ خلاص روحنا. اليوم قلنا نزلنا على الفيس طبعا الموضوع هذا. اليوم صرنا لعند السفارة الأمريكية، برضو وقفنا نفس الوقفة، وقفة صامتة احتجاجية. احنا بنعتبرها تصعيد، يعني ايوه كتصعيد، يعني هذا دورنا يعني كبنات نقدر نسوي. خلونا شوية هكذا، بدأوا يستفزونا بكلام فوق ما تتخيل، شيء عجيب جدا، ما تستوعبش انه انسان يمني عنده قدرة يقول لبنت هذا كالكلام. شوية جاء في واحد محترم بيقول لهم انه خلوهن ياخذون راحتهن، يعبرن عن رأيهن. شوية يعني خلونا فترة، جاء بعدين من الأمن نفسه واحد هكذا على طول، ما فيش القاش، ضبط الكاميرا هذه كانت في يدي، لو ما تخربها ما عاد قدرت أصور. ضبط البنات معنا، واحدة الأمن المستشفى الميداني، في بنات هذي كانوا يتابع، يعني كأنهم رجال مش بنات، عرفت كيف؟ كان حتى به يعني في يد حجرة، أنا كنت مرعوبة إنه فعلا يرجم بها حد، ما كانت عاد تكون بعدها. خلاص بعد ما حتى المنطقة هذه كلها، لدرجة إن إحنا نحتاج نسحب كرسي عشان البنت تجلس، ما رضيوا يشدوا لنا الكرسي. وخلاص وتمينا وصلنا الساحة. طيب مطالبكم إيش كانت؟ إحنا كبنات بصرنا الثورة جمدت خلاص، ما عاد في حركة ثورية، ما بش تصعيد، الناس نايمين في الساحات، ما نشدري الثورة عندهم ما هي. فقلنا على الأقل إحنا نبدأ نصعد كبنات لعل وعسى الرجال يستحوا على أنفسهم. طيب هل تعتقدين أنك أتنجحي ولا؟ أنا مؤمن بحاجة واحدة، إذا كنت صادق مع الله ونيتك خالص لله عسب البلاد هذا، فأكيد يعني ولو يعني حاجة بسيطة بس ربنا بتكون كبيرة عنده، وإن شاء الله بيوفقنا بها، والله وكل على الله. من كانت وقفتكم اليوم؟ عند السفارة الأمريكية.